الضغط الأعزاء الفقرة الرابعة الابتدائي من التربية الإسلامية. هناخد مع بعض الدرس الأول في الوحدة الثالثة نشأة عمر بن الخطاب وإسلامه. الدرس النهاردة هنتكلم عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يعتبر الخليفة الثاني للمسلمين، والخليفة الأول للمسلمين هو أبو بكر الصديق. ولد عمر بن الخطاب في بيت يعيش حياة متوسط الحال وسط أهله من بني عدي من قريش، وكان أبوه غريبا عنيفا، وابن أمه حنتمة بنت شام، وخاله أبو سلام بنت شام. إما عمر بن الخطاب برضه كان موجود في قبيلة بني عدي من قريش، كان موجود في قريش في مكة، نفس المكان الموجود فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصغر من سيدنا محمد ب 13 سنة، يعني هو أصغر من سيدنا محمد ب 13 سنة. كان عمر يعمل في التجارة، كان معظم الناس في الزمن ده كانوا بيشتغلوا في التجارة، يعيش في يوسف وكرامة. أصبح من الأغنياء في قبيلة قريش في مكة، من الأغنياء نتيجة عمله في التجارة. وفي يوم من الأيام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة والسلام بسنوات قليلة، ولم يكن عمر قد أسلم وقتها، وخرج سائرا موقعا سيفه وهو يقول: أريد محمدا من أقصى. عمر بن الخطاب فترة طويلة جدا بعد إشهار الإسلام ما كانش مسلم، ولا كان مسلم بسيدنا محمد، وكان يريد أن يقتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسمع الناس هذا الوعيد، من الذي تسمع إن عمر عايز محمد، فتقدم منهم احدهم وعمل ابو اذنه: تعالى هقول لك كده، ان اختك فاطمه وزوجها قد دخل في الاسلام. صار اكثر عمر بن الخطاب: ايه ده؟ يعني اختي دخلت في الاسلام وزوجها؟ فانطلق مصنعا الى بيت اختي ورقل الباب بقدمه، يعني خبط الباب بايه؟ برجليه، كسر الباب برجله كده، فسمحها وزوجها بالقران، القران القران لا هي وزوجها قاعدين في القران الكريم. ذلك وقال لهم في بلد الشهيرة: إيه ما هذا الصوت الذي أسمعه؟ إيه اللي تسمعوه ده؟ إيه اللي بتقولوه ده؟ ثم رأى مرقصه رقصة قوية، يعني ضرب رقصه بالألم على وشه حتى ساب دم غزيرا، غزيرا يعني كثيرا من وجهه، نزل دم كثير من وش أخته وهنا رفع قلبه، طبعا قال أخته إن هو ضرب بالألم على وشها ضربة قوية جدا، لأن عمر بن الخطاب كان قوي الدنيا، كان طول بعرض جسمه كان قوي. وطلب منها ان يرى القران الذي سمعه، طلب يا اختي بعض الناس شويه تحكي ان عمر بن الخطاب عندما عرض اخته رغمه قويه وسالت دم غزيرا من وجهها، طلب يا اختي ورب قلبه لها، وطلب ان يقرا القران او يرى القران اللي هي كانت بتقراه، عايز يقرا القران او الايات اللي كانت بتقراها ويقتنع ان القران يفهم. فكان او قال يقراها عمر بن الخطاب، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، صدق الله العظيم. وفي سورة طه خطب قلب عمر بقوة، يعني قلبه ده كده حس إحساس مختلف عن أي إنسان، حس إن الكلام ده مش كلام شعر، لا ده في كلام قرآن كريم، الكلام ده مختلف عن أي كلام تاني. وقال: دلوني على محمد. أنا مش محمد، أنا أتكلم معاك، بس أنا عايز إيه محمد؟ رجل لا يرفع سيفه لكي يقتله. طبعا هل الحاله اتغيرت لما قرات القران الكريم؟ اكيد الحاله اتغيرت تماما. ثم ذهب اليه واعلن الاسلام، راح سيدنا محمد واعلن الاسلام. كان المسلمون يصلون مستخفيين خوفا من قريش. كانوا سيدنا المسلمين في الاول الاسلام كانوا بيصلوا مستخفيين، يعني في الخدمه من غير ما حد ياخد باله، على حسب بيخافوا من قريش كانوا بيعذبوهم، كانوا بيعذبوا المسلمين اللي كانوا بيؤمنوا سيدنا محمد. طبعا كان عمر بن الخطاب في الوقت ده كان من الاقوياء في زمنه، فلما عمر بن الخطاب اكل كان بالنسبه لكفار قريش صدمه كبيره عليهم، فكان بالنسبه لهم اللي بعد الاسلام قوى المسلمين وخرجوا للصلاه المغرب، ما بقوش خايفين وبداوا يصلوا في ذلك الصلاه، اكثر عمر بن الخطاب اللي هم كانوا بيخافوا منه اكله، هيخافوا من مين تاني؟ خلاص وخرجوا للصلاه المغرب، فكان الاسلام فتحا، يعني بسبب عمر بن الخطاب في ناس كتير دخلت الاسلام، فكان الاسلام فتحا مبينا للمسلمين، وجاءت هجرته نصرا، لان هذا سيدنا عمر بن الخطاب كان بيهاجم سر من خفه بالليل، برضه كان خوفا من قريش من كفار قريش. عمر بن الخطاب ما كانش بيخاف من حد، خرج عادي في عز الظهر وراح سافر هاجم من مكه الى المدينه، فكان برضه هجرته نصرا للاسلام، بدات الناس تهاجم من مكه الى المدينه وهي مش خايفه من الكفار. وإمارات مرام كان رحيم لما كان أمير المؤمنين وكان ثاني الخلفاء الراشدين. قد تنام عمر أن
ربنا سبحانه وتعالى حرمه نهائي. وقصر عن مسلمنا في عهد بلادة كثيرة بعد وقت سيدنا محمد ظهرت الخلافة الإسلامية. فكان أول الخلفاء الراشدين هو أبي بكر الصديق لأن هو أول من آمن بالرجال والصديق المقرب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة أبي بكر الصديق تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب وكان ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان ورابع الخلفاء الراشدين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتح المسلمون في عهد بلادا كثيرا وقد فتحت مصر في خلافته حتى لما كان هو كان خليفه للمسلمين وكان هو امير للمسلمين فعاد هو اللي فتح مصر لعنها دوله اسلاميه على يد عمرو بن العاص. عمرو بن العاص وصل فوق الجيش في الزمن ده فامر بفتح مصر وفعلا دخل وفتح مصر لعنها دوله اسلاميه وبني فيها اول جامع اسلامي جامع عمرو بن العاص. تولى الخلافة بعد سيدنا أبو بكر زي ما قلنا وظل بعدها بها 10 سنوات. يبقى حكم الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب كم سنة؟ 10 سنين. كم سنة؟ 10 سنين. انتشر العدل أثناء خلافته في كل البلد. كان راجل عادل في حكمه. كان الناس تشعر بحكمه بالأمن والأمان. في كلام بيحكيها عن قصة عمر بن الخطاب في يوم من الأيام كان بيبحث عن محمد زي يقتله. لكن هو رجع في نفس اليوم وكان بسيدنا محمد. سيدنا محمد عمر بن الخطاب لقب بالفاروق. لقب بالفاروق في الزمن زمن سيدنا محمد ان هو فرق بين الحق والباطل. من ضمن حكايات سيدنا عمر بن الخطاب ان هو فتح في بلاده بيت المقدس وبلاد الشام ومصر وتوسعت الدوله الاسلاميه وانتشر الدين الاسلامي. وفاه سيدنا عمر بينما كان لما صلي عمر بن الخطاب ودي حته زياده عن المنهج يعني مش علينا بس انا هديها لكم. كان بيصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنه رجل كافر اسمه ابو رؤى المجوسي وقتله فحضر المسلمون حزنا شديدا على وفاته وقتل بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابي بكر الصديق. يبقى سيدنا محمد بجوار ابي بكر الصديق وبجوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انا عايز تاني على الدرس مره ثانيه قلنا ان عمر بن الخطاب اصغر من سيدنا محمد ب 13 سنه اصغر منه ب 13 سنه وهو الخليفه الثاني للمسلمين لقب بالفاروق ولقب بامير المؤمنين. عمل بالتجاره وعمل الامر بالرعي وعمل الشباب بالتجاره واصبح من الاغنياء ممتاز بتعلم القراءه والكتابه وكان يركب الخيل. وكان بيسافر الى بلاد الشام صيفا والى اليمن شتاء. عندما عمل بالسيد محمد من انتشار الاسلام قرر ان هو يسال سيدنا محمد ولكن احدهما هبث في اذنه مثل اختك فاطمه وزن ليها قد دخل في الاسلام. عايز تقتل محمد ده اختك ولو كان في الاسلام وضرب اخته بالقلم ضربه قويه سالت دما نفيرا من وجهها ورق قلبه لها وطلب ان يقرا القران. بسم الله الرحمن الرحيم انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. وقلنا هنا في اللحظه دي خفق قلب عمر وقال دلوني على محمدا وذهب اليه واعلى وتمنى عمر ان يحرم الله وخاف ربنا سبحانه وتعالى لما نزل في القران يحرمها وفتح في عهد بلاد كثيره. وبهنا انتهى درسنا.